السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وسلامة وفي افضل حال دايما يا رب. معاكم المستشارة القانونية امينة سيد، اللي دايما بنتكلم مع بعض في معلومة قانونية وجريمة يومية. طب جريمتنا النهاردة خلينا نكون متفقين، هي مش صدفة، هي قصدي مش مرتبة، هي صدفة وصدفة جدا كمان. يعني مش علشان فنانة مشهورة حصل معاها حوار يبقى معنى ذلك ان اللي هنتكلم فيه دلوقتي بناء على اللي الفنانة فيه. طيب اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي بطل القصة بتاعتنا هو حسام يبقى مؤمن الحفلات بتاعة شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب وغيرهم من الفنانين. حسام متزوج من علياء شبرا الخيمة محافظة القليوبية. علياء اسمها فعلا علياء، من شبرا الخيمة محافظة القليوبية. تمام، مخلف منها ولدين وكانت حياتهم ماشية تمام، الى ان حسام بدأ يتعاطى الاستروكس اللي دمر اولادنا ودمر شبابنا ودمر رجالتنا ودمر بيوت ناس كتير. الاستروكس النهاردة اللي الكيس منه ارخص بكتير من علبة سجاير، ده لا يتعدى 30 جنيه اصلا. يعني النهاردة لما يبقى حارس زي حسام كده، حارس لفنانة مشهورة او لفنان مشهور زي حسام، لما يبقى الكيس بالنسبة له 30 جنيه يعني ولا اي حاجة، لا ده يشتري بدل الكيس 10 و20. المهم اني تتكيف، المهم انه يروق مزاجه. حسام تعاطى الاستروكس وادمنه وحياته كلها اتغيرت مع علياء ودنيته كلها اتغيرت. علياء فضلت تكلمه نروح مصحة تتعالج انا عايزاك هصبر عليك، بقى كان كل رد فعله عليها انا ما عنديش مشكلة اروح مصحة واتعالج، ولكن قبل ما اروح لازم اخد روحك، قبل ما اروح لازم اخد روحك تروح، يعني انا بتمنى لك ان انت تخف وتشرب من اللي انت فيه، فعشان كده عايزاك تروح مصحة وتتعالج، لا اخد روحك وبعد كده روح. من هنا لهنا علياء لقيت ان حياتها خلاص بقت مستحيلة مع بني ادم زي ده، فخلاص كانت بتفكر بقى في الانفصال، كانت بتفكر ان هي تاخد عيالها وتمشي، لحد ما جه اليوم الملعون، اليوم اللي حصلت فيه الجريمة اللي هنتكلم عنها. حسام رجع بيته، او حسام كان في بيته والاستروكس كان عامل عمايله جامد قوي معاه، يعني هو غير مدرك اصلا هو بيعمل ايه بالظبط. اليوم ده حسام طلب فيه علياء وقال لها تعالي اشربي معايا، خلينا نعمل دماغ سوا، خلينا نبسط، خلينا نهيص، خلينا ندلع، خلينا. المهم علياء لقت الدنيا اتدهورت خالص لدرجة انه عايز يخليها تشرب معاه. طبعا لما رفضت بدأ يضربها لحد ما بدأت تجري على السلم او تطلع بره باب شقتها وتجري بعيالها، بدأ يقطع لها هدومها ويطلعها عريانة وهو غير مدرك هو بيعمل ايه. هو كل اللي في دماغه ان هو عايزها معاه وعايزها تشرب معاه الاستروكس او الاي سي، مهم ان هو بيتكيف صح. الحقيقة ان احنا وصلنا لمرحلة ما فيش فيها اي كلام ممكن يتقال، لما الزوج الامان والسند والظهر والحماية يتهدوا بالطريقة دي. قطع لها هدومها وعراها قدام الناس، قطع لها هدومها وعراها من غير رحمة ولا شفقة، ولا هو في دماغه حاجة، كل في دماغه اشربي معايا ودلعيني. علياء قدرت تنفذ بجلدها، خدت عيالها وطلعت على بيت اهلها جري. هو مسكتش على كده، ده المطوى ما انا نسيت اقول لكم انه كمان كان بيجري وراها بمطوى وهو بيقطع لها هدومها عشان تشرب معاه، لكن هي زي ما احنا قلنا ان هي جريت على بيت اهلها وخدت عيالها ونفذت بجلدها. هو بقى يسكت على كده؟ لا مسكتش، بل انه راح واستنى اخوها وهو نازل من البيت وقام طعنه بالمطوة في بطنه، ضيع اخوها، ضيعه عشان الاستروكس،
ضيعه علشان هي ما عملتش اللي هو عايزه. شفتوا احنا جوانا وصل لفين؟ محدش يقول لي دي قصه موهومه علشان خاطر قصه شيرين عبد الوهاب. ده شيرين عبد الوهاب دي لسه ليها حلقه دلوقتي هنعملها لها. فدي دي بعيده خالص، بعيده كل البعد خالص عن دي. ومش معنى بقى ان احنا ان شيرين عبد الوهاب دلوقتي بتمر بازمه هنيجي نقول اه ما اصل هي والحارس بقى كانوا بيتعاطوا مخدرات وحسام حبيب هو السبب وندخل معرفش سارة الطباخ في ايه ونعمل لها حوارات ونعمل حوارات. كل الكلام ده بعيد. دي حاجة ودي حاجة، والله اعلم بالدواخل. انا بتكلم في قضية او في جريمة معينة حصلت من حارس شيرين عبد الوهاب او المؤمن بتاع حفلات شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب وغيره. مش بتكلم بصفة خاصة عن الفنانة المشهورة شيرين عبد الوهاب، وان كانت بتمر بأزمة فربنا يا رب يشفيها ويعافيها ويخرجها منها على خير. لكن انا بتكلم في واقعة حصلت. الواقعة دي كمان عايزة اقول لكم ان اللي كشفها كاميرات المراقبة اللي كانت موجودة، وغير كاميرات المراقبة علياء طلعت في فيديو واتكلمت وحكت اللي حصل، والفيديو مغرق السوشيال ميديا. فدي بعيدة عن دي، يا ريت محدش يربط الاحداث ببعض. دي كانت قصة علياء واخوها اللي توفى، ندعو الله له بالرحمة والمغفرة ويسكنوا فسيح جناته. ملهوش اي ذنب في اي حاجة غير ان علياء كانت اخته ومتزوجة من شخص زي ده مدمن مخدرات. ربنا يرحمنا برحمته ويعافينا ويغفر لنا كلنا الرحمة والمغفرة. والله لو كنا بنطلبها زمان للمتوفي فالنهاردة بنطلبها للحي والمتوفي. شكرا، كانت معاكم المستشارة القانونية أمينة سيد، وان شاء الله على لقاء اخر وفيديو جديد. خليكم معنا، سلام عليكم.